السلام عليكم كريم مغربي في هولندا. فيديو جديد هذه المره، ما غاديش نخرجوا على برا والسبب هو كورونا. الفيديو غادي يكون لداخل، غادي نحاول بسرعه وباختصار انني نتكلم لكم على هذا المشكل اللي وقع لنا في هولندا مع كورونا. الحالات اللي تقريبا قربت توصل لدابا 1000 حاله. اغلب الناس اللي تصابوا بهذا كورونا هنا في هولندا، الاحصائيات كتقول انهم كانوا في شمال ايطاليا او من العائلات ديال الناس اللي كانت في شمال ايطاليا. بحكم ان الهولنديين كيسافروا بزاف، فهذا اللي خلى ان الوباء حتى هو ينتشر بزاف في البلاد، خصوصا في جنوب هولندا. رئيس الوزراء الهولندي هذه الايام دار واحد كونفيرونس بريس وعطى بزاف ديال التدابير اللي اتخذتهم الحكومه، ومن بين التدابير انه ما يبقاوش يصافحوا، مصافحه ما بقاتش. وفي النهايه ديال هذاك المؤتمر غادي يصافح رئيس الوزراء. بالنسبه للمدارس هي باقي ما تغلقاتش، ودار واحد الخطا رئيس الوزراء الهولندي، هو انه قال انه ما غاديش يغلقوا المدارس حاليا، والسبب اقتصادي مادي فلوس. والشيء اللي خلى ردود الافعال كثيره سلبيه تجاه هذا السبب. علاش؟ قال انه اذا تغلقات المدارس فالابناء الاولاد غادي يكونوا يبقاو في الديور في المنازل ديالهم، مما سيؤدي بالاباء انهم حتى هما غادي يبقاو في المنازل، فما غاديش يمشيو للعمل ديالهم، والشيء اللي غادي يخلي المردوديه ديال العمل غادي تنقص، والاقتصاد غادي ينزل. البارح الجمعه 13 مارس، اغلبيه ديال الناس من بعد هذا المؤتمر الصحفي اللي داروا رئيس الوزراء بدات كتهافت بواحد الطريقه عشوائيه وهستيريا للمحلات التجاريه باش تخزن الاكل في المنازل ديالها خوفا من الحجر الصحي. ورئيس الوزراء صرح انه الناس ما خاصهمش يديروا بحال هكا، وانهم خاصهم يركزوا اكثر على الوباء وعلى ديك التدابير اللي تطرحها. التدابير ثلاثه ديال اهم نقط اللي ركزوا عليها الهولنديين هي انك ما تصافحش، انك ملي تعطس اولا ملي تكح كتستعمل هذه الجهه هذه، فما تعطسش في يديك وما تعطسش في الهواء. فهو كيقول لك ديما عطس هنايا في الكوع ديالك. والشيء الاخر هو انك الا كنتي مريض تبقى في المنزل ديالك. حتى التلاميذ الدراري الاطفال الا كانوا مرض فما يمشيوش للمدرسه. فصراحه المرض او هذا الفيروس بدا كينتشر بواحد الطريقه كبيره في هولندا، لدرجه ان بعض المحللين قالوا انه نفس الطريقه باش بدا في ايطاليا وباش انتشر في ايطاليا كما واقع الان في هولندا. فالحكومه ربما الهولنديه ما تعاملاتش معاه بواحد الجديه من الاول، تنتشر بواحد الطريقه كبيره، عاد بداو كياخذوا التدابير. عندي واحد البرنامج، واحد الابليكيشن تابع لوزاره الخارجيه الهولندي في الهاتف ديالي في التليفون. استقبلت اليوم السبت 14 مارس واحد الرساله مفادها ان المغرب غادي يوقف غدا يوم الاحد 15 مارس ابتداء من 8 صباحا جميع الرحلات الجويه من والى هولندا. وهاد الابليكيشن هي رسميه، يعني تقريبا كيكون بلاغ رسمي من وزاره الخارجيه الهولنديه. وكنظن حتى المغرب بداو الناس كيتهافتوا على المحلات التجاريه باش يشريوا المواد الغذائيه. وكما قال رئيس الوزراء الهولندي للشعب الهولندي او الناس اللي مقيمه في هولندا، بدل ما تركزوا على الاكل وعلى المواد الغذائيه وعلى التخزين، ركزوا على النظافه، ركزوا على هذيك النصائح الوقائيه اللي عطاهم المعهد الوطني للصحه. كاين واحد النقطه اخرى اللي هي واحد بعض العلماء من جامعه اوتريخت هولنديين ومن واحد المعهد حتى هو في روتردام، توصلوا لواحد النتائج لواحد الجسم مضاد للفيروس، وقالوا انهم ما بغاوش يعطيو معلومات اكثر باش ما يعطيوش واحد الامل زائف للناس، وان هاد الدراسه عطاوها لباحثين اخرين باش يتحققوا من النتائج ديالها قبل ما تنشر في واحد المجله علميه عالميه. وهما في صدد كذلك البحث على شركات ديال الادويه اللي غتقدر تنخرط معاهم في هذا المشروع ديال هاد الدواء. بالنسبه للعنوان ديال الفيديو فهو ماشي عنوان مضلل او لا كذبه او لا عنوان مثير، فهي حقيقه. فهما مع هذا الفيروس ديال كورونا بداو كيطبقوا تعاليم ديال الاسلام اكثر، ماشي ايمانا بدين الاسلام وانه الدين الحق، ولكن ايمانا بالعلم
وهاد الاشياء هذه اللي اصلا عندنا حنا في الاسلام. فمثلا ولاو كيحثوا على النظافه وعلى غسل اليدين، يعني النظافه راه شعبه من شعب الايمان. من غير نظافه المصافحه حتى هي اللي رسميا رئيس الوزراء صرح انه المصافحه ما خصش تبقى لحد الساعه. كاينه نقطه اخرى سابقا كانت وقعت من قبل، هو ان واحد الدراسه على الحركات ديال الصلاه، واحد المعهد هولندي، من بعد غادي نبحث على المصدر وغادي نديرو لكم في الوصف، كان هذه واحد المده طويله كان قال ان واحد الحركات معينه مزيانه للصحه، صحيه ومزيانه للصحه، والانسان الا واظب عليها واحد المده كل يوم واحد المرات متعدده فهي مزيانه للجسم ديال الانسان، وهذه الحركات تقريبا تتشابه الى حد كبير مع الحركه ديال الصلاه. فانا كمسلم ما كنحتاجش ان العلم ياكد ليا المعتقدات ديالي. الايمان والاسلام ماشي اي حاجه كيقدر يوصل لها العقل والمنطق ديال الانسان، وكما كنقولوا لو كان يؤخذ الدين بالعلم ما كان المسح على الخف من فوق ولكن كان يكون من تحت. فإلا كنا ماشي اي حاجه في الدين خاصنا نشدوها ونقيسوها 100% على العلم، ولكن كاين واحد الناس اللي مزيان لهم انهم انطلاقا من العلم يوصلوا للدين، وهذا الشيء اللي كنتمناو لهاد الناس هادو. هما بداو كيطبقوا شويه بشويه، بداو بالعملي، دابا بداو بالصلاه، بداو دابا بمعاملات اخرى. فنتمناو انه في يوم من الايام هاد الشيء يلقاو انه كاين عندنا في القران وفي السنه، وانهم يسلموا وكما كنقول ويجيو يفتحوا يديروا الفتوحات الاسلاميه عندنا هنايا. هذا من جهه. من جهه اخرى فهاد الفيديو ماشي فقط نعطيكم معلومات على الوضع هنايا، ولكن في نفس الوقت بغيت نعطي بعض النصائح للناس في جميع انحاء العالم. اي واحد كيتفرج فينا في مكان، سواء كاين داك المرض او ما كاينش، سواء الكورونا مازال كاين او ما كاينش، هو انه الانسان دائما يحاول ينظف اليدين ديالو مزيان ملي يدخل للمنزل، خصوصا اللي كان خارج، وملي بغى يخرج من المنزل، واي بلاصه مشى لها العمل او للدراسه فيغسل يديه ملي يدخل، ويغسل يديه ملي عاوتاني يخرج. العطس ملي كان الانسان الى عطس فيستعمل واحد المناديل الورقيه اللي كتلاح كلينكس، او لا يعطف على هذه الجهه ديالو. بالنسبه للكمامات هنايا لا ينصح باستعمال الكمامات، كما وقع في المغرب ان الناس وبعض الدول ان الناس احتكروا هذا الشيء وبداو كيبيعوا باثمنه، فكذلك في هولندا وبزاف ديال الدول بداو كيشريهم وكيبيعهم بواحد الثمن، لدرجه ان بعض المستشفيات وبعض المختبرات الطبيه ولا عندهم نقص. الناس اللي كتستعمل هاد الوقايات دائما فعندهم كان ولا عندهم خصاص. الانسان شويه يركز، نتجنبوا التجمعات اللي فيها عدد كبير ديال الناس. في هذه المده على الاقل نحاولوا اننا نقصوا ما امكن من الاحتكاك باب الناس، ومن السفر، ومن استعمال شي مواصلات عامه اللي كيكون فيها داك الاكتظام. اخوان بارك الله فيكم، شكرا على المشاهده. اللي باقي ما متبعناش يتبعنا، يعجبك الفيديو دير لايك، عطينا تعليقات، ما تنساوش ديروا تعليقات على الفيديو، وتعطيونا نصائح او لا ارشادات او لا اقتراحات على الفيديوهات الجايه. نتمنى لنا ولكم السلامه، الله يحفظنا ويحفظكم، تبارك الله عليكم، والسلام عليكم.